السلام عليكم، بنرحب بيكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامج المش مهندسة سندريلا. والنهاردة معانا كيمكو جي دينك 250. هنعمل ايه بقى؟ هنغير تيل فرامل. شوفوا بقى الفقرة الساحر. احنا بنحتاج ألانكية 8 وطبعا مفك عشان بس تسهيلا ان احنا نطلع تيل الفرامل. هنعمل ايه؟ بعد كده عندنا خطوة مهمة جدا، احنا نزق البساتم عشان هنحط تيل جديد. بعد كده نركب التيل الجديد من تحت. نرجع تاني نربطهم زي ما كانوا بالظبط وبشكل كويس جدا عشان نتأكد ان هما اتربطوا. وبكده غيرنا تيل فرامل لكيمكو جي دينك 250. هستناكم تقولوا لي محتاجين تعملوا ايه في سكوتراتكم او موتوسيكلاتكم في الكومنتات. شكرا لكم والى اللقاء في حلقه جديده من المش مهندسه سندريلا. نسيت اقول لكم على حاجه، احنا بعد ما نخلص الخطوات اللي احنا شفناها مع بعض دي لازم نكارك علشان موضوع البساتم اللي احنا عملناه ده لغايه لما تنشف معانا كده وتبقى كده كله تمام.